كان لي الشرف باش أبرمنا وصححنا الاتفاقية الثانية ما بين ريزو باكت مونديال تونيزي والبي ان ار، هي الاتفاقية الثانية اللي باش تمكن إن شاء الله من إحداث نوادي التنمية المستدامة في المدارس، وباش تمكن زادة من تنشيط النوادي هذوما بالاعتماد على لي سوبور ولي زوتي كي اون تيتي ديفلوبي بار لي ناسيون زوني اون ماتير دو ديفلوبمون دورابل. دونك شرف كبير ان شاء الله بالاتفاقيه هذه نوضعوا خطه لنشر ثقافه المسؤوليه المجتمعيه عند الناشئه، ثم نشر 17 او دي دي هذو اهداف التنميه المستدامه داخل الوسط المدرسي، لما من أهداف التنمية المستدامة من أهمية في الأجندة 2030 اللي تم وضعها من طرف الأمم المتحدة في 2015. إن شاء الله نعتمد على البنك الوطني الفلاحي اللي ما الحقيقة ما يبخلش باش في إطار مسؤوليته المجتمعية يقوم بدور مجتمعي لفائدة الناشئة ولا لفائدة المحيط pour développer l'environnement, mais aussi pour contribuer à rehausser le cadre sociétal banque. Félicitations pour cette banque, félicitations pour le personnel qui est en train de développer les activités en matière de RSE, et félicitations pour le sponsor du projet RSE au sein de cette banque, qui est le directeur général.